لابد من تطبيق العقوبه بصرف النظر عن توابعها. يعني انا ماليش دعوه يعني مستقبله ضيع طالما مش بيحترم الملعب خلاص، يبقى لازم ان هو يعاقب توقع عليه العقوبه. طيب طالما في عقوبات وفي قانون كمان، معانا دلوقتي على التليفون الكابتن ناصر عباس طبعا المحاضر الدولي في التحكيم. مساء الخير كابتن. تحياتي لحضرتك كابتن هاني. كابتن ناصر منورنا. لضيوفك الكرام الكابتن جمال الزهيري والكابتن محمد باسل. اهلا بيك. طبعا السؤال اللي بيطرح نفسه من فتره مش من دلوقتي، كيف نحافظ على هيبه التحكيم والحكم المصري؟ كلام محترم جدا كابتن هاني، ويمكن انا كنت في يوم من الايام مسؤول اللجنه الفنيه في اتحاد كره القدم، واحنا قلنا دايما وابدا كابتن ان هيبه التحكيم دي وهو اهم عنصر في اللعبه هو التحكيم المصري. طبعا. ليه؟ لان النهارده لو الحكم تم اهانته بهذا الشكل كابتن هاني، النهارده بيفقد الثقه، مش هو بس، لجميع الحكام بتفقد الثقه. ده حقيقي، هو بيمثل التحكيم المصري رمز. اتكلمنا مرارا يا كابتن وتكرارا ان لجنه المسابقات لابد ان هي تعدل من لوائح المسابقات الخاصه بالاعتداء على الحكام. اكثر من مره قلنا الكلام دوت، ان لجنه المسابقات لابد ان هي يعني تبقى في عقوبه، ان اللاعب لابد ان هو يعني من امن العقاب اساء الادب. صحيح. من امن العقاب اساء الادب، وهنا احنا بنقول العقوبات، واحيانا العقوبات بتتفرد على اللاعبين وبعدين بتتلغي ثاني يا كابتن هاني، للاسف الشديد بتتلغي. فاحنا قلنا يعني بتتلغي، يعني ناخد عقوبه بتتلغي، يعني بيتكلموا بيخفض العقوبه بعد كده وبيكتفي مثلا بشهر او بشهرين على حسب الايقاف، على مده الايقاف. اكثر من مره تم الاعتداء على الحكام في مرات سابقه، واعتداء والاتحاد كان بياخد القرارات بايقاف لنهايه الموسم او ايقاف سنه او الشطب، وبعد كده بنفاجئ ان اللعيبه دي بترجع تاني وبيعملوا التماس وبيرجعوا. لكن النهارده بنتكلم في هيبه التحكيم المصري. هذا الحكم امين عمر هو مرشح من ضمن الحكام المختارين لحكام كاس العالم 2022 في قطر، وبالتالي هو بيتم اعداده بالشكل الذي يليق به في تمثيل مصر في بطوله كاس العالم. ومن غير المعقول النهارده ان يتم اهانه هذا الحكم في داخل ميدان اللعب، ومهما كانت الاخطاء التحكيميه كابتن هاني لابد ان احنا نحترمها. واحنا بنشوف الدوري الانجليزي والدوري الالماني والدوريات الخمسه الكبرى الاحترام الكامل لطاقم التحكيم طبعا. وهو ده القانون اللي بيقول الكلام ده، مش احنا اللي بنقوله، بنقول ان الحكم هو بشر، ومهما كانت الاخطاء التحكيميه موجوده لابد من احترامها، وهناك عقوبات المفترض تتم في مثل هذه الامور. اكيد يا كابتن، وكمان احنا بنتكلم كمان لو قلنا العقوبات ولازم يكون في لائحه واضحه وصريحه وتطبق بحذافيرها، ده على مستوى الافعال داخل الملعب او ما بعد المباراه او ما قبل المباراه، وكمان على مستوى التصريحات، على مستوى التصريحات لا يجب ان يكون هناك حتى على مستوى التصريحات الاذاعيه او التلفزيونيه. ده يا كابتن، ده لو كتب تويته وبيهين فيها التحكيم، ده اللاعب ده لازم يبقى فيه وقف وفي قرار. يعني خلينا نتكلم حتى بره الملعب، لازم احترام الحكم ايا كان، طبعا عنده اخطاء او مش عنده، ف يعني الكلام دوت مش موجود. وبعد كده المشكله هاني الاكبر. اتفضل. كلام حضرتك ممتاز. احنا بنقول ايه العقوبات؟ انت النهارده حضرتك انت اللي بتوضع اللوائح المسابقات، وحضرتك المفترض ان الاعتداء على الحكم، خاصه الحكم داخل ميدان اللعب، بصرف النظر على الاعتداء بالقول، ممكن اللاعب يعترض بالقول ما فيش مشكله والحكم بيكتفي، انما الاعتداء بالقول والفعل على حكم المباراه دي اهانه للتحكيم المصري واهانه للحكم المصري. وعشان كده بنقول حاجه مهمه جدا يا كابتن هاني، لابد ان تكون اللوائح واضحه للجميع. يعني لجنه المسابقات عندها لائحه موجوده في بدايه الموسم تعلن هذه اللائحه وهذه العقوبات للجميع للانديه وللجماهير. النهارده الناس كلها بتسال هو العقوبه هتكون ايه؟ لا يعني انا المفترض النهارده انا كمان كثقافه جماهيريه، انا النهارده المفترض ابقى انا عارف ايه معيار العقوبه النهارده يا كابتن هاني. خلاص انت العقوبه تطلع اولا، ما هو لو الكلام ده ثابت وواضح ده خلاص بعد المباراه بدقيقتين ثلاثه يقول لك اللاعب ده خلاص هتوقع عليه العقوبه كذا. يعني حضرتك اساله برضو يا كابتن على التسعيره اللي هي موجوده قدامنا دي. دي اسمها تسعيره ضرب الحكم او شتمته او اهانه الحكم. هو هل ده صح يا كابتن ولا لازم تكون عقوبه واضحه؟ كابتن هاني احنا بنتكلم، انا اتكلمت في نقطه مهمه جدا، هو انك انت بتحط العقوبه على الحدث اللي حصل. هنا المفترض ان يكون كل حدث ليه عقوبه، والعقوبه تبقى مفهومه ومعروفه زي ما قلت لحضرتك للانديه وللجماهير وللاعلام. لان زي ما قلت لو النهارده اللاعب النهارده عرف ان هو هيتعاقب مثلا بعقوبه شديده
اعتقد ما كانش يعني ارتكب هذا الفعل اللي حصل. انا شايف ان العقوبات اللي قدام حضراتكم ديت اعتقد انها لازم يعني يعاد النظر فيها بشكل كبير جدا. مش انا لعيب اروح اتف على الحكم واتوقف 8 ماتشات. يعني ايه اتف على الحكم يعني انا ماتشات. يعني ايه يعني لعيب اتف على وخلي بالكم الارقام مكتوب 100,000 جنيه ده مع احترامي كمان للمبالغ اللي بتدفع للاعبين وعقود اللاعبين اللي بتاخد 15 و20 مليون جنيه. لما واحد يتف على حكم ويتخصم منه 100,000 جنيه ويقول لك طب انا هوقفه 8 ماتشات، يعني انا كلاعب اتف على حكم اخد 8 ماتشات ايقاف وادفع 100,000 جنيه يا بلاش. ايه يا جماعه الكلام ده؟ يعني مش الكلام ده في العالم كله. يعني عاوز اقول حاجه مهمه كابتن هاني بعد تسمح لي بس وضيوفك الكرام، احنا بنتكلم في القانون وبيقول ايه يا كابتن؟ بنتكلم في القانون، قال لك مهما كانت اخطاء التحكيميه اثرت في نتيجه المباراه وفريق هبط او فريق صعد بالاخطاء التحكيميه، لابد ايضا من احترام الحكام، لان هذا الحكم هو عنده لجنه الحكام ولجنه الحكام بتحاسبه او بتعاقبه على هذه الاخطاء، ولكن احترام اللعبه واحترام الحكام ده شيء مطلوب من الاجهزه الفنيه الاداريه من اللاعبين داخل ميدان اللعب. كل شيء ممكن يتقبل الا انك انت تهين حكم داخل ميدان اللعب، لان زي ما قلت لحضرتك هو المشكله مش شايفين عمر بس، احنا مشكله عندنا، احنا عندنا حكام دوليين بيمثلوا التحكيم المصري في كل الدوريات الكبرى وبيمثلوا مصر في الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي يا كابتن هاني. وزي ما قلت النهارده هذا الحكم احنا النهارده يعني بنقول ان ده رايح، احنا بنعده وبنجهزه نفسيا وبدنيا وفنيا عشان يروح كاس عالم يشرف مصر في بطوله كاس عالم اللي جايه. ما ينفعش من غير ما اقول النهارده انه يتم فعل هذا الفعل معانا النهارده، وبالتالي بنقول من لجنه المسابقات من فضلكم وضحوا لنا اللوائح خاصه بالاعتداء على الحكام. واضحه النهارده اعتقد واضحه ان هو كابتن ناصر يتوقع ايه؟ كابتن ناصر حضرتك تتوقع ايه؟ يعني توقع ايه ولو حضرتك موجود هتعمل من الجدول ده المعلن ده؟ والله هو في مثل هذه الامور يعني ممكن 8 مباريات يا كابتن جمال، يعني 8 مباريات ايقاف ايقاف، يعني دوت من وجهه نظري ان الاعتداء على الحكم داخل ميدان اللعب يمكن اقل عقوبه بتبقى 8 مباريات، ان لم يكن هناك ايقاف لنهايه الموسم او ايقاف سنه كامله. زي ما قلت لحضرتك احنا لحد دلوقتي احنا كلنا عمالين نقول العقوبه ايه. ولكن من خلال انا وجودي في لجنه الحكام قبل كده كان لما بيتم اعتداء على الحكم في بعض هذه الامور كان بياخد ممكن ياخد ايقاف مده سنه او ايقاف 8 مباريات. هي اللائحه اللي موجوده حاليا موجودة يا كابتن اعتداء. في لائحه موجوده حاليا بتاعت لجنه المباريات 8 شهور بتقول 8 شهور ده الاعتداء بالضرب على الحكم او مساعديه او احد مسؤولي تنظيم المباراه، دي اللي هي 8 شهور. هي دي اللي 8 شهور، ويعني مجرد ان اللاعب بيرفع ايديه في اتجاه الحكم وبيلمسه ده نوع من انواع الاعتداء الجسدي يعني. فخلينا نتكلم، احنا والله احنا بنتكلم برضه لصالح الكره المصريه، ما بنتكلمش ولا ده عشان يطبق على كل سياسي من الزمالك. احنا لو الكلام ده حصل مع لعيب تاني هنقوله بالظبط، لان احنا تاني بنتكلم، احنا بنخاف على هيبه الحكم المصري، بنخاف على هيبه الدوري المصري. لما مع الاعتذار طبعا للجميع لما فرجاني ساسي يروح هناك مثلا يرجع تونس قال لهم ده انا في مباراه كذا حكم رحت ضارب الحكم وماشي، فالسمعه دي مش مطلوبه ايا كان من اللعيب، زمالك اسماعيلي اهلي مقاولين، بنتكلم على هيبة الدوري المصري، هيبة الحكم المصري. حكمنا النهارده لما يروح مثلا يقول لك الحكم دوت جاي من الدوري المصري، ده في لاعب الدوري المصري كان ضربه امين ده اللي ضرب قبل كده يعني. ده دي سمعه يا جماعه كابتن هاني، يعني اسمح لي برضك هقول حاجه جميله جدا. هو ليه احنا بنبعد ليه عن اللوائح اللي موجوده في الدوريات الكبرى؟ ليه طب انا النهارده يعني انا عندي النهارده الدوريات الكبرى فيها لائحه المسابقات وفيها بند ازاي انك انت لو يعني اتصرحت كمدرب بعد انتهاء المباراه على طاقم التحكيم كمدرب بتصريح عادي جدا ممكن من وجهه نظرنا احنا بيبقى عادي، ولكن هناك بيتعاقب المدرب وبيتوقف من 4-5 ماتشات 6 ماتشات. نفس الشيء ان هنا احنا عندنا لوائح هناك في الدوريات الكبرى، ايه المشكله ما ناخد هذه اللوائح ونطبقها عندنا كابتن هاني؟ مفيش مشكله بالعكس، التحكيم المصري ليه لا؟ ايه المشكله؟ ليه لا؟ ايه المشكله يا كابتن هاني؟ لان هذه اللوائح هي بالظبط هي بتخلي في احترام ما بين اللاعب والحكم، وزي ما قلت ان احنا يعني كل شيء مقبول الا انك انت تهين حكم في داخل ميدان اللعب، وهذا الحكم له اسره وله اهل وله حكام زمايله وطالع بيطلع عنده معسكر ان شاء الله يبقى عنده معسكر قريب، الحاجات دي كلها بتاثر نفسيا على حكم المباراه. وزي ما قلت احنا دايما بنقف جنب التحكيم المصري كابتن هاني، لابد من ان لجنه المسابقات تغلظ العقوبات في مثل هذه الامور يا كابتن هاني. شكرا كابتن ليك واتفضل. اول عقوبه موجوده هنا سلوك غير رياضي. يعني ايه سلوك غير رياضي يا كابتن؟ جمله مطاطه قوي، جمله مطاطه
ممكن جدا رياضي. يعني السلوك الغير رياضي يعني طيب. انا لسه بتكلم معاك سلوك غير رياضي جدا. بعديها على طول الدافع باليد. طب ما ده سلوك غير رياضي برضه. ما هو ده سلوك غير رياضي. بعدها السب باين السب والبصق. ما هو ده سلوك غير رياضي. انا اقصد احنا محتاجين برضو يا كابتن هاني ان يبقى في اعاده نظر. انت بتقول الدفع باليد وبعدين الضرب، يعني ايه يعني ايه الفرق ان انا ادفع؟ لا ايه الفرق ان انا امد ايدي والمس حكم وان انا ازق حكم او يعني لا وهقعد ازاي احسبها يعني يعني برضو هي لازم تبقى ما ندخل نفسك في متاهات للاسف يعني. كابتن هاني انا 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 عشان بس يعني نحصر الامور بشكل بحيث ان احنا يعني نستفيد من هذا الموقف اللي حصل النهارده. المطلوب من لجنه المسابقات ان هي توضح وتفسر العقوبه اللي بيتم بيها الاعتداء على الحكم، الدفع، البصق، كل الكلام ده يبقى دي حسابات يا كابتن هاني. ده 6 شهور، ده ايقاف سنه، ده شطب، يبقى احنا كده كلنا عارفين واللاعب ذات نفسه بيبقى عارف، لان لو ارتكب هذه المخالفه هيتعاقب بيه. احنا بنقول للجنه المسابقات من فضلكم طلعوا لنا اللوائح للانديه وللجماهير وللمدربين وللاعبين. ده المطلوب، تفصيل الحدث، كل حدث وليه العقوبه بتاعته يا كابتن هاني. ده اللي احنا بنطلبه من لجنه المسابقات في الموسم الجديد. من فضلك عندك فرصه تعدل لوائحك بما يتوافق مع الدوريات الخمسه الكبرى، الدوري الالماني والدوري الانجليزي والفرنسي والدوري الايطالي. من فضلك ممكن ما فيش الامور سهله يا كابتن هاني، احنا نجيب اللوائح ونطبقها داخل لجنه المسابقات عندنا. نتمنى طبعا يا كابتن ناصر. طبعا بنشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر عباس المحاضر الدولي، شرفتنا في البيت الكبير.